انت ابن عم حنف. ايوه. كان حد بيقول له عم حنف يا احمد؟ لا، محدش كله يقول له يا جحش. اللي بيقول له حنف ما كانش يرد عليه، ما يردش عليه. يحب الناس تقول له يا جحش. يا جحش. هو ما كانش بيرد على حد غير ما يقول له يا جحش. والناس في المحل كانت تقعد تقول قاعد يا جحش. قاعد يا جحش دي كلمه اساسيه عندنا. قاعد يا جحش. قاعد يا جحش. وهل جدك اللي كان برضه في المهنه ولا باباك اول واحد ابتدى المهنه؟ لا، ابويا اول واحد. اول واحد. اول واحد دخل المهنه. انتوا اصلا من السيده زينب؟ احنا اه. لكن احنا هنا بعيد شويه عن ميدان السيده. احنا لا، احنا جنب ميدان السيده، احنا خطوتين تبقى في ميدان السيده. احنا ورا الاسم. احنا جنب الاسم على طول هنا والميدان. وانتوا اصلا هيجي الميدان يقول الجحش يقول له اهو اهو. انتوا اصلا من السيده زينب؟ احنا اصلا من السيده. غريبه بقى ان مثلا انت واخواتك، انتوا كم اخ؟ كم اخ يعني؟ احنا صبيان اربعه. وما كلكم دورين المحل؟ بس اخويا الكبير الله يرحمه واخويا فرج الله يرحمه، اخواتي الاثنين الكبار. فعندك اخين اتوفوا ولادهم معاكم؟ اسلام وكريم. اسم غريب يا احمد، الناس بتقول البعض على انه حاجه بايخه. انتوا خدتوه وعملتوا بيه شغلانه كبيره وناس بتحبه وناس فاكراه. اسم الجحش ده حكايه كبيره لو قعدنا نتكلم فيها 70 سنه لورا. اسم الجحش ده ليه اصلا والدك اتسمى كده؟ هو دي شهرته طلعت عليه باسم الجحش من وهو صغير خالص. من وهو صغير فحبها. حبها. وقال لك انا هبقى ناجح وشاطر باسم الجحش. وعمل اسم الجحش وبناه وكل اللي بيجي وراه بيكمل. هل حاسس ان الاسم جاب زبون؟ حاجات كتير. جاب زبون. جاب زبون كتير. طب والحركات اللي كل من ساعه ما قعدنا والناس بتعملها، قاعد يا جحش مش عارف ايه، كله فيه ده حركه. ده اساسي. ده اساسي عند الجحش. من اول ما تنزلي السيده وتقولي تعرفي تخش عند الجحش، تلاقي الجحش، تفضل عند الجحش، قابل عند الجحش، هتلاقي الجحش معاكي كلمه اساسيه. الاجواء دي معاكوا في رمضان يا احمد ولا معاكوا على طول؟ على طول. ده النظام على طول، بس رمضان بيبقى ليه حاجه خاصه برضه. احلى طبعا. احلى. انتوا يا احمد السحور عندك انت بتبقى فاتح على الفطار ولا مش فاتح؟ بفتح من قبل الفطار لحد الفجر ما بيقول الله اكبر. والسحور بقى عندك يبتدي من الساعه كام؟ من بعد الفطار بقى. في ناس بتيجي اللي هي بتيجي من اماكن بعيده والكلام ده، ما بيلحقوش يفطروا الكلام ده، بيجي عند الجحش. احنا شغالين. لكن اللي جاي يتسحر هيجي على الساعه، هيجي على الساعه 11 12 بتبدا بقى الدنيا تشتغل. الصناعيه معاك من زمان، مش مستصغرينك يا احمد؟ لا. معاهم من وانت عندك كام سنه؟ انا من وانا عندي 8 سنين في الشغلانه دي. يعني انت كنت قد كده ومعاهم في الشغلانه؟ معاهم. مش واحد جاي علينا من فوق؟ لا لا، انا من صغري انا عندي 8 سنين في الشغلانه دي. طب احمد انت يعني ما شاء الله، وفيهم ناس مربياني، مربينك منهم من قبل ما انا اتولد وهم مع ابويا. مش انتوا عندكم فرع في دوله عربيه يا احمد، في الكويت او في حته كده؟ احنا كان في فرع في الكويت لسه مفتوح من قريب. ما فكرتش تروح تعيش هناك وتسيب بقى الدنيا دي وتروح تعيش هناك؟ لا، روحي في السيده زينب. مش بس في مصر، كمان في السيده زينب. لا، السيده زينب. روحي في السيده زينب. اشمعنى يا احمد؟ إيه، في حاجه كده روحانيه للسيده زينب.